في ظلال السيرة بين الراهب والنساء. تمر بخاطره مرور سحاب الصيف يمر ولا يمطر، يقول صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، وفي اليوم التالي كرر المحاولة فعصمه الله بالنوم حتى طلعت الشمس. بعدها يقول: رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بنبوته. ترى هل غابت المرأة عن قلبه وحياته؟ الإجابة لدى امرأة هام به قلبها ورفرفت حوله روحها تغمض عينيها على الأمل به وتفتحهما على رفض والدها له. فهل من طريق إلى محمد؟ هل من وسيلة تقنع هذا الشيخ؟ علها تحظى بفارس أحلام فتيات مكة وسيد شبابها عليه السلام. في ظلال السيرة.